السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة يوميات الفراشة. دائما ما زلت راني لهنايا وما زلت راني نهضر معكم وما زلت نحييكم من مدينة الورود، مدينة البليدة. اذا نقول لكم مرحبا بكم عندي اذا في مطبخي المتواضع كتدبيرة لكم، وحنمد لكم شوية نصائح بما أنه أنا قناتي يعني خصصتها للوصفات الصحية، وصفات طبيعية، وصفات أعشاب، وصفات تقليدية، وإن شاء الله قلبوا في الفيديوهات راح تلقاو بزاف وصفات راح تحتاجوها خاصة في هذه الأوقات العصيبة. إذا خياتي خوتي نقول لكم يعني كنصيحة، بطلوا السكريات، يعني السكريات يعني تخلي جسم الإنسان يعني هشيش يعني بدون مناعة، بالعكس تزيد يعني في انتشار الأمراض. اذا اللي راهم يديروا لي تارت، اللي راهم يديروا لي تيراميسو في الدار، اللي راهم يديروا تحليات، نقول لكم ستوب، حبسوا، ساي حبسوا، حبسوا، ما ديروا كوارث في دياركم، حبسوا، ما ترهجوا في ولادكم وفي رجالتكم. ينسى، ماشي الدنيا هذه مبنيه غير على السكريات. السكريات هما بالذات اللي راهم يعطيو لنا هذيك المناعه الضعيفه ويخلوا جسم الانسان اضعيف بزاف وما يقاومش الامراض كما هذا المرض اللي رانا فيه، كورونا، الله يرفدوا علينا ربي ان شاء الله. اذا الحلويات ما حشيها هربوا، السكريات ما حشيها هربوا، حبسوا ولادكم لي شيبس، حبسوا ولادكم رويبه تاع برا، حبسوا ولادكم الشيكولا، حبسوا كلش. يعني مدوا لولادكم حبه حلوه في النهار، ولا حبيتوا تحلوا فمكم، كل حاجه في وقتها مليحه. على خاطر راني نشوف بزاف بنات، بزاف نساء صباح وعشيه تحليات تحليات، اني درت تحليات بدون حتى يعني ما هم اقليه اللي راهي تهبط وصفات في الجروب، يعني وصفات صحيه ولا يعني دير تيزانات قليل. هذو نقول لكم يعطيكم الصحه، نتوما اللي تعرفوا لها وكملوا راكم ابيع. اذا دوك احنا هذا المرض واش يجي خاصه عند الناس اللي عندهم المناعه زيرو، يعني المناعه خفيفه في الجسم تاعهم، ياكلوا غير الحلاوات والدجاج ومن ومن. اذا لازم يعني نقويو المناعه في جسم ولادنا وفي جسمنا. حنا الحمد لله نشربوا غير اعشاب يعني طبيعيه، وناكلوا غير اعشاب طبيعيه وحشاوش، ومره على مره حلويات، واكيد ماشي دائما. اذا راح نبدا وراح ندير معكم هذا يعني هذا المنقوع ليا، وحبيت نفيدكم بحاجات بسيطه بصح المكونات هذو راهم جد فعاله في زياده المناعه في الجسم ديالنا. قولكم ديروها وما ما تتكاسلوش، وما تدوهاش غير كوزينه طياب ورقاد والخبز بالفارينه والخبز، هذه الماكله ورقاد، بالعكس راكم تهردوا في روحتكم. شويه صيام شويه ريجيم هكايا كيفو تعلينا الوقت، ان شاء الله نلقاو روحتنا بيا. اذا نحتاج الى نص حبه قارص، نقطعوها شرائح نديروها في 5 لتر ماء هكذا. وعندي شوفوا يعني قطعت نص حبه قارص. نقول لكم حاجه، يعني اللي عندها ليمون في الدار راهي مخبياته رمضان، اجب ديه مدي لولادك وشربي دوكا من رمضان، ربي يحيينا ان شاء الله، ربي يوصلنا على خير. عندك التينه خرجيه وحبسي هذوك المشروبات تاع الحوانت، هذوك راهم ينقصوا من المناعه وزيد بزياده. مع المشكل حنا انا خايفين بالبزاف، حتى اذا ما لحقناش المرض المشكل الخوف راح يقتلنا. عندي لهنايا زنجبيل اخضر، عاوليكم قطعتو شرائح، انا شي تحق 10000 راح نقسمو، قطعتو شويه وخبيتو في الثلاجه، راح ندير قطعة زنجبيل الاخضر. واللي ما عندهاش معليش، ماشي شرط تقدروا ديروا غبره، تعرفوا بلي الزنجبيل مفيد جدا ويزيد في المناعه تاع جسم الانسان وطارد الفيروسات وكامل الامراض خاصه الزكام وكامل. اذا زنجبيل اخضر، وعندي زوج فصوص ثوم، هاوليكم زوج فصوص ثوم، خلوهم هكاك نديروهم لداخل، نديرو زوج فصوص ثوم في 5 لتر الماء باش الواحد ما يشمش في هذيك الماء، فذاك الماء ما يشمش فيه ريحه الثوم. وعندي معدنوس، هادو اللي ما عندهاش كامل، نظن اللي هادو راهم كامل موجودين في البيت، واللي ما عندهاش تقدر دير قرنفل، تقدر دير عود قرفه، المهم ديروا للماء تاعكم هكا هذا الامور كمنقوع هكايا، ولادكم يشربوا، رجالتكم يشربوا، انتوما تشربوا، خلوها فوق الطاوله. وايضا عندي ايضا تدبيره، بما انه راهم نساو انه باللي
لازم يعني تغسلي يديك وتغسلوا رجليكم وتمسحوا برا رجليكم، تخليوا صبعتكم برا وتعقموا يديكم وديروا كمامات. لكن نساو حاجه مهمه، انه لازم كل واحد يشرب بالكاس تاعو، وكل واحد ياكل بمغرفه تاعو، وكل واحد بطبسي تاعو. اذا تحطوا القرعه فوق الطابله، كل واحد ديروا له كيسان تاعو، ولا ما عندكمش لي جو طابل كل واحد وريو لهم، وعلى السوق قبل ما يجوا لازم يفرغوا في الكاس، كل واحد يستعمل الكاس تاعو. ولا ما عندكمش لي جو طابل ولا ديروا الكاس يا لو كان تكتبوا كل في كاس تكتبوا من تحت اسم تاع من الاسماء تاع العائله تاعكم، باش كل واحد يروح مباشره للكاس تاعو، ماشي تغسلوا يديكم وتغسلوا قشكم ومنا ومنا وتنساو باللي المرض ينتقل عبر الفم وعبر اللمس. يعني ماشي تشربوا من كاس واحد كي شغل ما درتو والو لهنايا، كي شغل ما درنا والو، حطوا الكيسان فوق الطابله وصنعوا هذا المنقوع هذا جد صحي، فيها كاريجيم ليكم وفيها يدير لكم القوه وفيها ينحي لكم الخلعه وفيها كمنكه للماء يجي بزاف بنين، وفيها كباه يزيد لكم مناعه ليكم وللاطفال تاعكم. ونقول لكم باللي الولايات راهي حبسه، يعني راهي كامل حبسه دوكا، لكن الناس راهي برا، كاين اللي راه يخرج وما حبوش يشدوا ديارهم. قول يا ربي برك عباك راح تجي السطره من عند ربي، هذا ما كان. اما الانسان راسو خشين، حنا عندنا راهم يخرجوا الاولاد كامل برا، روحوا نتوما وشدوهم. الحمد لله راني نسكن في منطقه يعني فيها غابات، فيها يعني منطقه جبليه، اذا يعني مزيه كاين اعشاب. الواحد كما قلت لكم ثاني ايضا بخروا دياركم، عقموا الدار تاعكم باي اعشاب عندكم في الدار، ودوشوا لولادكم يوميا بما شللو لهم يعني تشليل الاخر بالماء فيه الخل. اذا هكذايا ان شاء الله نتفاداو هذا المرض باش ما ينتشرش. ودعوا وصلوا واستغفروا اللي تقدروا تصوموا وديروا صدقات، يعني يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب يرفع علينا هذا البلاء. ونقول لكم نحييكم من مدينه الورود، مدينه البليده، انا خاوه في كامل الولايات. ان شاء الله ونوليو كامل كما كنا بكري، ونفرحوا ونبكوا كامل مع بعض. اذا نقول لكم تهلاو في رواحتكم والى اللقاء.